السلام عليكم كديرين، لاباس عليكم، بخير، كل سنة وانتم طيبين، وكل عيد مولد نبوي شريف وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير يا رب ان شاء الله، وبفرحة وسرور. النهاردة ان شاء الله حلقة حلوة جدا، مميزة جدا، طبعا هتنورني ضيفة جميلة جدا ورقيقة جدا، ضيفتي رضوى النهاردة اللي هتعمل لي وصفة اللحم بالبرقوق او طاجين اللحم بالبرقوق لكيجي رائع ولذيذ. كمان انا النهارده هعمل لكم وصفات لطيفه وحلوه وخفيفه، تنفع ساندويتش، تنفع نحطها الغدا لتغيير، يعني بتبقى طعمها حلو جدا وخفيفه علينا وسهله جدا. هنعمل مخ بانيه وكبده بانيه. تعالوا بينا الاول وصفه عندنا النهارده، المخ ناس كتيره جدا بتسال يا زوزو هنعمله ازاي، بيفتفت مننا وبيبوظ مننا وي 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 وي. لا، هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه. تعالوا بينا نبتدي بالمقادير. هنيجي للسلق. اول حاجه المخ لازم يتسلق، اول حاجه ننضفه حلو تنظيفه لطيفه كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده للسلق هناخد المخ، ورق كرفس، جزره، فصين من الثوم، بصله، ورق لورا، ليمون بلدي عادي جدا، وعود واثنين عود قرفه، اثنين فص من الحبهان، رشه ملح، ميه مغليه، وتلج. هقول لكم تلج ليه، وعصير الليمونه كمان هقول لكم ليه، اهو خلينا نخلي التلج وعصير ليمونه واحده هنا. نيجي بقى ده السلق بالنسبه لي. اما التتبيله هناخد ملح، بهارات، معلقه كبيره من هريسه الشطه، وهناخد معلقه صغيره من الثوم المفروم، وللبانيه اتنين بيضه، نص كوبايه من اللبن، دقيق، بقسماط، وللتقديم ورق بقدونس، خبز بلدي، ومخلل. بس كده لا اقل ولا اكتر. يلا بينا للسلق. الميه عندي بتغلي، تمام اهو الميه بتاعتي بتغلي، هنزل فيها الخضار هنا اهو، جزر، الكرفس بالورق كده بتاعه عشان يديني طعم حلو جدا ويشيل الزفارة كلها، التوم برضو نفس الفكرة، خلينا ناخد التوم كده، الحبهان اهو، والقرنفل، وطبعا هنحتاج زيت للقلي عشان نقلي فيها المخ بتاعنا، ورق اللورا، ونخلي ده، خلونا نلم الحاجات دي عشان نشوف نعمل بيها حاجات تانية اهو كده، وناخد البصله بتاعتي، البصل اللي انا مقطعاها، اي حاجه عندك قطعي، طماطم، بطاطس، بصل، فلفل رومي، اي حاجه، كل ما كترت المكونات عندك كل ما بقى عندك الموضوع احلى بكتير جدا. هاخد الليمونايه كمان ونقطعها نصين، وبصوا انا هعملها كده وكده، وهرميها برضو عشان تشيل الزفاره بتاعتي، بيبقى طعمها حلو جدا. لازم تجربوا المخ بالطريقة دي أو بالتتبيلة دي، لأنه فعلا بيبقى حلو جدا وجميل وخفيف، يعني لا بيفتفت معانا ولا بيدوب. نيجي بقى للتلج. التلج بتاعي زي ما انتم شايفين أهو، بحطه ليه؟ أول ما بسلق المخ بتاعي، أول ما بيتسلق المخ بتاعي، باخد المخ وانزله على التلج على طول عشان يبقى ماسك معايا واعرف اتعامل معاه ما يبقاش طري. البقسماط والدقيق خلونا نخلطهم، بنعملهم عشان نعمل البانيه بتاعنا اهو بالشكل ده. لو عايزين تملحوا المية ملحوها براحتكم خالص، لو مش عايزين تملحوها برضو براحتكم خالص، يعني الاتنين هينفعونا والاتنين هيبقوا حلوين. نخلط البقسماط والدقيق من غير اي اضافات، لو حابين تضيفوا رشة فلفل اسود ضيفوها، الملح ما تضيفوش، ان اوريدي انا عندي التتبيلة زي ما انتم شايفين. هضيف رشة فلفل اسود وهخلطها بالطريقة دي، واتأكد ان كله بقى مع بعضه اهو بالشكل ده. نيجي بقى لايه، خلينا ناخد البيض ده في بوله اكبر اهو بالشكل ده. طيب هاخد اللي انتوا زي ما انتوا شايفين، خدت البيض عملته هنا، هحط معاه ايه؟ اللبن بتاعي بالطريقه دي، شويه لبن، هاخد بقى شويه ملح، شويه فلفل اسود، وشويه بهارات، وهسيب البهارات هنا الباقيه. ليه بقى بعمل كده؟ هقول لكم ليه، عشان المخ بتاعي يجي ياخد كل الطعم، وابتدي اضرب البيض اللي عندي كمان مع التتبيله اهو، اتاكد ان كل التتبيله بتاعتي بقت حاجه واحده، ويا الله عايزه اقول لكم بيبقى طعمه حلو جدا. بامكاني اخلط كل حاجه مع بعضها، هنزود الليمون، معلش نسيته اهو، نحط الليمون كمان
بالشكل ده. عايزة أقول لكم طعم خرافي بيبقى التتبيلة دي بالذات، بتبقى عندي خرافية، طعمها حلو جدا ويجنن، يعني ما تقدروش تستغنوا عنه نهائيا. خلينا نشوف سبايدر. أوكي، أكسسوار برضو، نسيتولي سبايدر. ماشي، طيب هاخد المخ بتاعي فرضا، هو ده المخ، بيبقى فصين بناخده بالشكل ده اهو، وناخد المخ بتاعنا بننزله في الميه، الميه تكون سخنه ومغليه، الميه تكون ايه، تكون سخنه ومغليه. وانس انه خدتوه هشوحه كده دقيقتين عقبال، تعالوا بينا ما ننضف الحاجات اللي قدامنا دي عشان نشتغل بيها على نظافه. عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا وجميل، ويا الله عليكم اهو. اوكي طيب، خدناها بالشكل ده تمام، سلقناه هو لفه بس كده معانا. خليني اشيل البصل ارجعه، هي لفه بسيطه خالص، وهجيب المخ بتاعي كده، لو سبته كتير هيتهري مني. بصوا بيبقى شكله ايه اهو. انا بقى بعمل له ايه، انا بنضفه الاول خالص من الاول، لو انتم مش عارفين تنضفوه خالص من الاول يبقى بننزله، بتبقى القشره اللي عندي عليه، الغلاف اللي بيبقى محاوط المخ بتاعنا، بيعمل لنا ايه، كل اللي هو بيعمله بيتشال، بيقب كده فوق، فهتلاقوكم بسهوله بالسكينه كده، بطرف السكينه هتلاقيكم بتشيلوه. هاخد المخ بتاعي، الله، عايزه اقول لكم قطعوه شرايح عريضه شويه عشان ما يبقاش مهري مننا. بصوا بالشكل ده، وعلى طول فين، على طول هنا اهو بالشكل ده، بس كده. ناخد بقى الليمونه بتاعتنا، بسم الله، بالطريقه دي، بس نعصر عليه ليمونه كمان اهي. هتاكلوا احلى مخ ممكن تكونوا جربتوه، عايزه اقول لكم بيبقى رائع. ابو حميد سلام عليكم. سلام. كل سنه وانت طيب. انت طيبه. يا رب يخليك. انت عامله ايه؟ انا الحمد لله. قول لي عايز تسال على ايه، او عايزني اعمل لك ايه؟ عايزه اعمل بيتزا. بيتزا عينيا الاثنين، احلى بيتزا ننزلها لك دلوقتي حالا. نعمل الخلطه الثانيه. توابل، هريسه، توم، توم كتير، توم كتير، انا واخده عشان الفص كركوبه كده كامله عشان يبقى معايا حلو جدا وتتبل معايا حلو، شويه فلفل وشويه ملح، شويه ملح، في ليمون كتير جدا، وفي اوريدي هنا ملح، وهنا في فلفل اسود، فيعني بالراحه ما تعملوش كتير اهو. ابتدي اخد المخ اسيبه 5 دقايق، محطوط فين؟ محطوط على التلج. طيب بعد ال5 دقايق يا زوزو هتعملي ايه؟ بعد ال5 دقايق يا جماعة كل اللي انا هعمله هاخده وهبتدي اتبل فيه بالشكل ده اهو بايدي، او احطه هنا براحتنا خالص، يعني دي حاجة بتاعتنا، بس انا عايزاه بالشكل ده. نتبلهم كلهم الاول، وبعد كده خطوة خطوة عشان نبقى ماشيين مع بعض، خطوة خطوة هيبقى معاكم حلو جدا ورائع. خلينا ناخد كمان المخ اللي احنا سلقناه مع بعض اهو بالشكل ده، يا الله، عايزة اقول لكم بيبقى طعمه رائع بالطريقة دي اهي، طعم ولا اروع، طعم حلو جدا، طعم جميل جدا، وفعلا يستاهل بقكم، يعني بجد هتنبسطوا منه جدا الطعم ده. اوكي اهي، بس كده خلصنا من حتة التتبيلة، فاضل لنا خطوة كمان. ايه هي الخطوة؟ والبيتزا على الشاشة موجودة. خلصنا من ده وخلصنا من التلج كمان، بوسع لكم الدنيا هنا عشان تبقى الحياة رايقة معاكم وتشوفوا كل حاجة. نيجي بقى لهنا، عندي ده وعندي ده اهو. هاخد اول قطعة هغطسها هنا كويس قوي، حلو، وهنا اهي بالشكل ده وبالراحة، وهعملها كده ونسيبها على جنب عشان احنا ننزلهم كلهم مرة واحدة ياخدوا نفس اللون كمان اهو.
اهم حاجه نخليه ياخد البقسماط. حلو جدا مع الدقيق عشان يبقى معايا حلو. ممكن تعمليه بدقيق لوحده، ممكن شويه عيش عندنا ناشفين ناخدهم نفرمهم حلو جدا، نخليهم او ننشفهم في الفرن الاول، نخليه لحد اما ايه، لحد ما يبقى معانا ناشف خالص، او ننشفه في الفرن حلو جدا. وبعد كده نقوم واخدينه طحنينه في الكبه او فرمينه كده بشرينه براحتنا خالص، كله هينفع معاكم وهيبقى معاكم حلو. نيجي هنا كمان اهم عشان نعملهم بالمره اهي في التتبيله، وانزل كله هنا اهو بالشكل ده. ننظف المطبخ دلوقتي حالا. عايزه اقول لكم انا من الناس اللي بحس بايه دلوقتي والمطبخ كده، عايزه اشيل الجلافز ده، بحس وانا المطبخ بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بحس بانهيار كده من جوه، بحس اني متعصبه جدا ولازم انظف المطبخ. حلو قوي. تعالوا هنا الاول اها. عايزه اقول لكم جربوا المخ بالشكل اللي احنا عملناه ده، المخ البانيه بيبقى حلو جدا. كمان هنعمل النهارده الكبده بانيه، وكمان ضفتي الجميله هتعملي النهارده طاجين لحم بالبرقوق. يعني عايزه اقول لكم هاكل احلى اكله النهارده، الاكله المغربيه او طاجين مولات الرجين الكحل كيف ما كان سميوه، كيجي جديد ورائع، وبرده بيحضرنا في المناسبات الكبيره اللي بتبقى موجوده عندنا في المغرب. اهو 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 ساندويتش بقى عيش مش عارف ايه، اي حاجة انتوا تحبوها براحتكم خالص. والمخ ما بياخدش سوى كتير على النار، يعني حاجة بسيطة خالص وبيبقى معاكم حلو جدا. احنا كده نعتبر عملنا كله اهو، والباني بتاعه ما بيطيرش، يعني مش هيطير منكم خالص. اهم حاجه ما تضغطوهوش كتير جدا، ما تدوسوش عليه عشان ما نبوظش المخ بتاعنا ويبقى معانا مش قطعه واحده يبقى معانا معجن معانا، لا احنا عايزينه يبقى جميل كده. تعالوا كده ونشيل ده كده ونعمل اهو كده. الزيت عندي انا بتاع الزيت بيسخن حلو جدا، نيجي كده اهو الله نسخن الزيت حلو قوي، يبقى سخن معايا حلو جدا، مش سخن نص نص لا، يبقى سخن معايا حلو جدا. بعد كده اعمل ايه؟ نحط دول هنا واقول لكم نعمل ايه. ننزل بيه على طول كده اهو، ونجيب حاجه نصفي بيها، بلاش ورق، يعني خدي الشبك بتاع الفرن وحطيه، وحطي تحتيه طبق، بلاش ورق، ورق هيعرق منك وهيطير معاكي البقسماط اللي احنا عملناه. نشوف كده ايوه اهو بالشكل ده، وابتدي انزل بيه عشان ياخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا بنحبه اهو. طريقه سهله وبسيطه جدا. فاضل لنا كام حته اهم، حتتين زغنطتين خالص ننزلهم كمان عشان نبقى عملنا كل اللي علينا كده. احنا عملنا المخ بتاعنا زي ما انتم شايفين بالطريقه البسيطه دي والسهله، يعني مش محتاج اي حاجه. هيطلع اول ما يبقى اللون بتاعه ذهبي هناخده ونطلعه من الزيت، نخليه ينزل شوية بسيط جدا. خلوني أشوف أهو، بياخد شوية تقريبا حوالي 5 أو 7 دقايق. كل الموضوع بتاخده بتسيبوه شوية حلوين لحد ما ياخد اللون الذهبي، نشيله ونسيبه بقى براحته خالص لحد ما ايه، لحد ما يبقى معانا متصفي من الزيت بتاعه، ونعمله في ساندويتش ناكله كده، ناكله مع سلطة براحتنا خالص. بصوا عايزين نسيبه شوية كمان ياخد راحته على الآخر، ضروري جدا. تيجوا نروح فاصل ونرجع على طول نكون حمرنا المخ بتاعنا ونعمل الكبدة كمان، خليكم معانا.
رجعنا لكم من الفاصل. طبعا عايزه اقول لكم الروايح رائعه جدا جدا جدا، زي ما قلت لكم لازم فعلا زي ما قلت لكم امبارح لازم يخترعوا لنا حاجه تطلع الريحه يا جماعه، تطلع الطعم، يعني اي حاجه المهم تطلع يعني بجمله الاختراعات. مازن سلام عليكم. السلام عليكم. الو الو يا فندم، ازيك يا شيرين؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا رب يخليك. امرني. انا بحب اكلك خالص. يا رب يخليك يا فندم، ميرسي على مكالمتك الجميله دي، شكرا. طيب حطينا هنعمل الكبده، تعالوا بينا بقى ناخد المواصفات بتاعه الكبده، هنعمل ايه؟ اوكي واحده بواحده ماشي. طيب يلا بينا هنعمل الكبده بتاعتنا. الكبده هنحتاج فيها ايه؟ هنحتاج فيها كبده سلايزس او شرايح، هنحتاج فيها توم، كمون، عندي شطه، عندي ليمون، عندي بيض، عندي ملح، عندي شويه فلفل اسود، وعندنا هنا بهارات بتاعتنا. البهارات المتوفره عندكم، انا واخده بهارات لحمه هتبقى معاكم حلوه جدا وجميله. نبتدي نتبل الكبده بتاعتنا، ونفس الفكره بقسماط ودقيق، ومعاهم رشه بسيطه جدا من ايه؟ من الفلفل الاسود. يا سلام اهو، وزيت للقلي طبعا. انا ما غيرتش الزيت لانه ده بانيه وده بانيه بصراحه، والمخ بيبقى خفيف فمش هيغير لي الطعم كتير. فلفل اسود ما تكترهوش عشان ما يغمقش معاكم الكبده، وما تنسوش ان عندكم فيها اوريدي ليمون، فبالراحه يعني ما تضايقوش نفسكم، ما تحطوش فيها كتير خالص اهو. اوكي نعمل ايه دلوقتي؟ ناخد البيض في بولة أكبر، وناخد الدقيق والبقسماط بتاعنا اهو. طبعا انا سايبه المخ بتاعي يتصفى خالص، بصوا كريسبي وحلو جدا، انا مخلياه هنا لحد ما يتصفى. الكبده كل ما نقعتها مده اطول كل ما بقى معايا الموضوع احلى بكتير جدا واجمل. هاخد الكبده بتاعتي هحطها فين؟ هنزلها في البيض بالشكل ده، ونفس الفكره على، خلوني اوسع لنفسي شويه، على البقسماط والدقيق على طول اهو اهو. اوكي بصوا عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها يا الله، يا سلام عليها. هاخد بقى الكبده بتاعتي بس نفضي الدنيا هنا الاول. الكبده بقى هحطها في البقسماط وهدوس عليها شويه بايديا شويه حلوين، وننزلها تتحمر. ممكن تعملي رده، يعني ممكن تعمليه رد عادي جدا، ممكن بس الرد ما تحطيش عليها زيت كتير، يعني تحطي عليها مش زيت غزير، يتحط عليها حاجه بسيطه خالص يعني على الشرايح بتاعتنا، بس دي لازم ندوس عليها كده اهو بالشكل ده اهي. اوكي بالطريقه دي. يا الله بصوا اهو، حلوه جدا وجميله وتجنن، وطعمها بصراحه ولا اروع، يعني ولا اروع ولا اروع بمعنى ولا اروع. نضغط عليها كويس جدا، ننفضها من الدقيق بالشكل ده اهي، متنفضه من الدقيق حلو جدا، وننزل على ايه؟ على الزيت بتاعنا، الزيت الساخن. لو هنعملها بالرده ما تحطيليش زيت كتير ارجوكي، حاجه بسيطه خالص وهتبقى معاكي حلوه جدا وتجنن ورائعه وبسيطه بطريقه بسيطه جدا وسهله، يعني مش محتاجه حاجات كتير خالص نهائيا. هاخد هنا نفس الفكره ونيجي ننظف الدنيا عندنا. عينيا اهو، خلينا ننظف هنا الدنيا بتاعتي ونروح. انا بحب اللون بتاعها ذهبي مش غامق قوي، فعشان كده هجري. الكبده بتستوي معاكم على طول جدا 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 جدا. ناخدها وننزلها بالشكل ده عشان مش عايزاها تغمق معايا،
البانيه بتاعها ما بيروحش زي ما انتوا شايفين، اهم حاجه نضغطها حلو. لو عاملين دقيق وبقسماط زي ما انا عامله دلوقتي، يبقى كل اللي احنا هنعمله هناخد الزيت يبقى غزير. لو هنعمله بالرده هناخد الزيت يبقى حاجه بسيطه خالص، يعني كاننا بنشويها، هتبقى معاكم احلى بكتير جدا، وطعمها عايزه اقول لكم حكايه حكايه بمعنى حكايه. كده الكبده بتاعتي اتحمرت، ما بتاخدش وقت طويل زي ما قلت لكم لانها سلايزز او شرايح رفيعه جدا، فهي مش محتاجه سوى كتير. والزيت عندي سخن وحلو قوي، هنزل دي بس كده عشان ما تبقاش قبل فوق وطالعه، تستوي معانا على طول. الله يا زوزو، ساندويتش بقى تاكلوها كده مع سلطه، اللي انتوا عايزينه براحتكم خالص، هتبقى معاكم حلوه جدا. ام سندس السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيبه وانت بصحه وسلام. ايه اخبارك؟ الحمد لله يا رب يخليكي يا فندم، تسلمي لي. الله يخليكي لك. بس كنت عايزه اعرف بس يعني المخ ازاي، يعني ازاي عملتيه حضرتك؟ قولي لي تاني معلش. المخ يعني ازاي عملتيه؟ عينيا الاثنين، عينيا الاثنين. المخ خدناه سلقناه في ميه بالشوربه بتاعته، كراس على جزر على قرنفل على حبهان، اي خضار عندك حطيها، على بصل على ملح على فلفل اسود. ما بحطش فيها زيت بصراحه عشان يبقى معايا خفيف. بسلقه مده دقيقتين بس، يعني بحسب بالساعه دقيقتين، الدقيقه الاولانيه الدقيقه الثانيه بشيله. اول ما اشيله احطه على مكعبات ثلج او ميه ساقعه جدا من الثلاجه فيها شويه ثلج، اقوم نزل عليها المخ بتاعي ونعصر عليه عصره ليمونه. كمان في السلق حط ليمونه عشان تشيل الزفاره معاكي بتاعه المخ. ننضفه، نشيل بعد ما نشيله ننضف القشر بتاعه، او ننضفه في الاول الاسهل ليكي هتعمليه يا فندم. بعد كده كل اللي حضرتك هتعمليه هتاخدي المخ ده ونبنيه بالتتبيله بتاعته، اللي هي توم على توابل على شويه كمون، يعني شويه حبشتكنات كده مع بعض. تبليها، اعمليه في شويه بيض مع لبن مع دقيق مع بهارات، اغتسيه فيها كده وعلى الدقيق والبقسماط، وقلي بقى وكلي احلى مخ في الدنيا. تعالوا نسرق من هنا شويه طحينه اهو، نعمل ساندوتشات. اوه عايزه اقول لكم المخ كمان مع صوص الليمون المعصفر، يا الله بيبقى حلو قوي وجميل بصراحه. نعمل هنا، انا طبعا الطحينه انا جايباها عشان الكبده، بس هناخد بقى طحينه ما لناش دعوه. ناخد شويه كده ونحط المخ بالطريقه دي اهي، ونحط ده هنا ونيجي لدي اهي. خلاص احنا مش عايزينك. ونيجي هنا نحط كمان قطعتين دول عشان زغنطتين، ونضيف في ده حاجه صح، نضيف فيه يلا اهو عشان يبقى كده قوي. عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا المخ، وبيبقى رائع ومقرمش كريسبي وجميل، يجنن بمعنى يجنن. ضروري تجربوه، ضروري تشوفوا الطعم فيه بيبقى عامل ازاي، بيبقى حلو قوي. تقولوا لي رايكم فيه لانه فعلا رايكم بيهمني جدا، وببقى مبسوطه بصراحه لما بسمعكم بتجربوا الحاجه، الحمد لله بتنجح معاكم بفضل الله، فدي حاجه تسعدني جدا جدا جدا. ناخد طبق تاني بقى عشان نعمل الكبدة. اهو هنعمل الكبدة بتاعتنا، هناخد لها برضو الرغيفين. خلينا نعمل كده اهو، شوية طحينة بالشكل ده، وكمان رغيف تاني بالطريقة دي اهي. وناخد الكبدة بتاعتنا هنا، هكتفي صفوها كويس جدا عشان الزيت اللي بيبقى فيها. ناخد واحدة تانية ورائعة بصراحة وجميلة وما يتشبعش منها، يعني فعلا ما يتشبعش منها. اجي هنا بقى البطاطس بتاعتي، اقدم معاها بطاطس. عايزين تحطوها معاها في ساندويتش حطوها معاها براحتكم خالص. عايزة احطها كده بصراحة. زوزو سلام عليكم. ألو. اهلا يا زينبو.
الو الو زوزو، كل سنه وانت طيبه وانا بحبك قوي 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 قوي. الو الو طيبه وانت طيبه يا قلبي، قولي لي يا حبيبي عايزه تسالي على ايه؟ بحبك قوي والله، ليا الشرف اني بكلمك. انا الشرف ليا يا فندم، يا ربي يخليك يا قلبي. سميه زوزه قولي لي، بتحبي المطبخ ولا ايه؟ انا بتصل عليكي بس عشان اطمن عليكي. يا ربي يخليكي، تسلمي لي على مكالمتك الجميله دي، شكرا. بصوا بقى، انا هقعد ادلع في الطبق بتاعي واظبطه واطلع فاصل وارجع لكم على طول، خليكم معانا ما تروحوش اي حته. رجعنا لكم من الفاصل بس مش لوحدي، مع الجميله رضوى. اهلا وسهلا بيكي، نورتيني. نورك، نورتي الدنيا كلها. عايزه اقول لكم منوراني النهارده ومكسوفه خالص 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 خالص، وهتعمل لي اكله حلوه جدا وقويه جدا، تعملي طاجين اللحم بالبرقوق المغربي الرائع. ازاي المقادير معانا؟ لحمه. لا استني، قبل المقادير احنا مش هنعرف، تعالي قولي لي ازاي من مصر وسويت اند ساور، حلو وحادق في نفس الوقت. عشان كنت بتابعك وعرفت بقى الوصفه وبعدين عملتها من على اليوتيوب وكده. وهي طعمها عجبك؟ اه. الله، قولي لنا بقى المقادير بتاعتنا يلا. معانا لحمه ومعانا بصل وثوم وجنزبيل وزعفران شعر وملح وفلفل، وبعدين كركم، وهنعمل البرقوق لوحده. ايوه معانا برقوق وزبده سكر وقرفه، اما اللوز المحمص والسمسم ده للتزيين. للتزيين صح؟ أوه. تمام. ايه اول خطوه هنعملها مع بعض؟ اول حاجه هنحط البرقوق عشان يتكرمل الاول. ايوه الله عليكي، بتاع سخن قوي، هنحط شويه اهي اهي المعالق عندك هنا، وخدي. بصي بصي بقى، اول حاجه يا رضوى تعتبري نفسك في مطبخك وفي بيتك، هنحط زيت عشان المقليه سخنت قوي عشان الزبده ما تحرقش. خلينا، برافو عليك. تمام تفضلي. قولي لي، بتحبي الاكل، بتحبي تعملي اكل عامه؟ اه. مصري مغربي اي حاجه، بتحبي تجربي اللي يعجبك صح؟ المصري. والمغربي ازاي؟ ها قولي لي. استنوا بس، دي كده نخش احنا في خناقه دلوقتي على الهوا. واخبار المغربي المحشي. ايه؟ محشي اكثر حاجه. حطينا الزبده وحطينا البرقوق. اوكي، نحط معلقتين سكر عليه. اوكي، ونقلبهم مع بعض، نخليه يتكرمل. بتزودي عليه ميه ولا ما بتزوديش؟ بزود شويه صغيرين، نص كوبايه كده. برافو عليكي، بعمل امتحانات انا على الهوا. طيب قولي لي يا قلبي، حطينا قرفه؟ حطينا القرفه، يبقى حطينا كده الزبده، حطينا الزبده وحطينا البرقوق. ايوه. وحطينا معلقتين سكر. تمام. وهنحط عليهم نص كوبايه ميه. تمام، حلو جدا. وهنسيبهم طيب يتكرملوا مع بعض. طيب انت عارفه ان التفايه دي بنسميها التفايه احنا، او اللي هو الحاجه المعزه بنسميها التفايه. بتابعك على طول، بتعمليها في حاجات كتير واحيانا بالبصل. برافو. اوه لا، دي من المتابعين، دي من متابعات البرنامج، مبسوطه جدا جدا جدا. أنا تعالي بقى نزود الميه ونخليه يستوي، ويلا بينا نعمل للناس اللحمه بتاعتنا. افكركم بالمقادير، المقادير بتاعت الطاجين اللحم بالبرقوق، هنعمل هنعمل لحمه، هنعمل بصل، ثوم، جنزبيل، زعفران، شعره، وملح وفلفل اسود، وطبعا طبعا طبعا لازم شويه كركم عشان يديني اللون الحلو جدا. كمان في ناس بتحب تدخل رشه قرفه، يعني براحتكم، دي حاجه بتاعتكم. كزبره وبقدونس مفرومين ناعم جدا. النهارده حبيبتي هتعملهولي من غير كزبره وبقدونس، سقط منها الكزبره والبقدونس بس. لا، ومن غير بقدونس، احنا عندنا هنا اهو في وصفه جاهزين. ونحط الزيت. يلا بينا، الزيت. اوكي، زيت نباتي او زيت زيتون براحتكم خالص. ونحط عليه البصل على طول، هيبقى معاكم طاجن عايزه اقول لكم حلو جدا. كل سنه وانتي طيبه. طيبه. ايه اخبار حلاوه المولد معاكي ولا ما بنعملش في البيت؟ لا بنشتري، بنجيب جاهز، لا بنخاف. عملت مرتين كده بس حسيتها ناشفه شويه. ناشفه، سكرت معاكي؟ اه. اوه، ده اللي احنا اتكلمنا عليه، موضوع السكر. قولي لي بقى، عندك كام سنه؟ انا 23. ما شاء الله، عروسه يعني. لا ام. عروسه صح؟ ام ما شاء الله، الله اكبر. عايشيله. لا ام، مش عروسه كمان. ربنا يخليهم لك يا رب. عندك ايه وايه؟ عندي سيله بس. سيله بس، ربنا يخليها لك يا رب. طب قولي لي ايه احلى اكله بتعمليها لسيله وهي بيبي؟ وهي بيبي. كنت عاملها امبارح تفاح مسلوق بس كده، وقبلها بقى كوسه وبطاطس.
كده. يعني تاكليها خضار بتنوعي. اه حلو قوي. وابو سيلا اخباره ايه في الموضوع؟ بيساعدك في المطبخ ولا مفيش خالص؟ لا مش في المطبخ، في حاجات تانية. ليه ابو سيلا ليه؟ لا ليه ما بيساعدش بعض في المطبخ؟ ما بيعرفش يطبخ. ما بيعرفش يطبخ. لا علميه بقى الطبخ. حطينا كده المطبخ يا جماعه مش حكر على المراه بس، المطبخ للرجل والمراه، خلينا نبقى متفقين. وبعدين هي شكلها شطوره وبتعمل وصفات حلوه جدا. وهتبتدي تتبلي اللحمه. اه هنحط ده كركم. اوكي هنحط زعفران شام. تمام حاجه صغيره خالص، حاجه بسيطه خالص. واللي مش متوفر عنده زعفران شعره نشيله خالص، ونحط جنزبيل، ملح وفلفل. الله عليك شطوره ما شاء الله. ايه الاكله اللي بتحبيها جدا تحبي تعمليها؟ المحشي. محشي الكوسه اكتر حاجه، والبنجان. ايوه وبرده البانيه والحاجات ديت والبيتزا. البيتزا. اه الله. وايه كمان؟ والوقت الاكل المصري بقى العادي. تمام كده احنا حطينا اللحمه بتاعتنا بنقلبها ونشوحها. احنا ممكن تقلبيها بدي لو هي مش مساعداكي، تمسكي كده وتعيشي كده وعيشي في مطبخك كده انت موجوده. ماما موجوده صح؟ اه. طيب ايه احلى اكل ماما بتتفرج عليا دلوقتي؟ كله هاي تعمل لي الطاجين بالبرقوق. عايزه اقول لكم الريحه طالعه حلوه جدا، تسلم ايديكي. بس عايزه اعرف ايه الاكلات الثانيه، يعني انت قلتي متابعه، ايه الاكلات اللي شدتك كمصريه او كواحده مش من المغرب؟ عايزه اعرف ايه الاكلات اللي شدتك. لا انا هقوم اجربها دي، انا هعملها. مثلا كرات الكفته او اللي هي الدجاج بالزيتون. اوكي واكلات الاسماك اللي انت كنت بتعمليها، السردين، الاسماك، طاجين السردين، الحاجات دي. وانا عاشقه للاسماك، عايزه اقول لكم بحب الاسماك جدا. مؤمن سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فندم؟ عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا رب يخليك. وامرنا يا فندم. ما قلت انا لسه بسلم معاكي بس. يا رب يخليك يا استاذ مؤمن، ميرسي جدا لذوق حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب وكل الناس طيبين يا رب. وقولي لي بقى كده، معانا البصل والثوم واللحمه تشوحوا، حطينا عليهم ملح وفلفل وقرفه وكركم وزعفران شعر. بعد كده نحط عليها شويه ميه، شويه ميه، بقى البصل يدوب مع اللحمه. حلو قوي. ياخد مننا وقت بقى في السوى. هياخد يجي ساعه كده. ساعه يعني ياخد مننا 45 دقيقه ل 50 دقيقه. نونا نوال سلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخه الفطيره؟ ازيك يا روحي عامله ايه؟ فاكره يا حبيبه قلبي يا نور عيني يا قمر لما اتصلتي بيك قلت لك انت سفيره المغرب؟ انا اول مره اطلق عليك هذا الاسم. يا رب يخليكي يا رب يخليكي يا رب يخليكي يا رب يخليكي يا مدام نوال، تسلمي لي، ميرسي جدا. مدام نوال راحت ولا لسه معانا؟ راحت. اوكي ميرسي جدا يا مدام نوال، شرف ليا اني اكون سفيره للمغرب، وشرف ليا ان حضرتك يكون اول حد اطلق عليا الاسم ده. مبسوطه جدا، شكرا ليكي جدا جدا جدا. كده حطينا الميه. ضيفتي الجميله رضوى حطت لي الميه. هنسيب بقى اللحمه مع البصل مع سيعمل صوص تتشوح هيتقل. بس بصي خلينا ايه، احنا بصي انا مش بعلم ومش بنتعلم، احنا مع بعض بندردش صح؟ احنا اصحاب. تمام اتفقنا؟ تمام. ولسه هنتصور سيلفيهات وحركات مع بعض. ضروري جدا الطاجين ده نحط فيه كزبره وبقدونس كتير شويه عشان لونه يغمق معايا، ولازم كمان عشان اديك الطعم الجامد قوي قرفه، واحط فيه شويه قرفه. يا الله أنا على الطعم. النوع اللي بيحب القرفه فعشان كده ما زودتش. لغتيها. انا اللي هاكل النهارده على فكره يا رضوى. انا مش تعالوا بينا نحرك الحاجه ونروح فاصل ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. رضوى يا رضوى انا هتخن هنا بالكتره ما انا بدوق، بس هتخن اكتر من كده، انا لازم اكل. رضوى تسلم ايدك. ايه رايك بقى؟ يا نهار ابيض، عايز العيش منغمس كده صح؟ يلا قدمتي طبعا رضوى، انا هاكل وانت قولي لنا قدمتي ايه دلوقتي، انا بمضغ. حطينا اللحمه بعد ما عملت الصوص وتقلت مع البصل والبهارات. وبعدين بعد ما البرقوق اتكرمل حطيناه زينا بيه الطبق، وحطينا لوز محمص
مقلي في الزيت وبعدين هنحط مقلي في حمام زيت بارد جدا عشان يديكم اللون الذهبي والكريسبي. هنرش عليها سمسم. اللمسه الاخيره بقى. عايزه اقول لكم رضوى نورتني النهارده بدري جدا وعملت لي النسخه بتاعتها عشان تقدمها بايديها. قالت ابدا انا اللي هقدمها انا اللي هعملها من ايه تو زد. والكواليس بقى بتاعتنا انا هفضحك استني والكواليس بتاعتنا قالت لي ابدا يا زوزو انا اكتر حاجه بحبها المحشي. الف لك المحشي صغنطوط وحلو جدا وطعمه يجنن. بس بجد حتى الطاجن عملتيه حلو جدا وتسلم ايديكي. اهم حاجه يكون عجبك الاكل المغربي. تعالي نقدمه. عجبك الاكل المغربي منمن؟ تعالي نرد على منى. منى يا منى. ايه زوزو يا قمر. اهلا وسهلا يا منى. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. تسلم ايديكم انتوا الاثنين على الجمال اللي انتوا عاملينه ده. يا رب يخليك تسلم. عندي سؤال بالله عليكي تجاوبيني عليه في الحلقه دي. حالا يلا بينا. هو انت مغربيه الاصل ولا كنت عايشه في المغرب؟ انا مغربيه الاصل ومغربيه الجذور كمان. الاب والام مغاربه احرار وانا مغربيه حره كمان. اوكي. عملنا الطاجين. عملت لي ضيفتي شوتو تلخبطت مغربيه طبعا. عملت الطاجين لحم بالبرقوق اللي عملته لي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كمان عملنا احنا المخ البانيه وعملنا الكبده البانيه الرائعه اللي انا جعانه جدا. انا نازله من البيت مش فطرانه فعايزه اقول لكم النهارده صح اكل لحمه صح؟ اروح للمغربي صح. حكم انا هاكل طاجين لحم البرقوق محدش فيه دعوه. بجد تسلم ايديك يا قلبي ونورتيني النهارده. انا كنت معاكي النهارده وانا لازم الف في المحشي عند معاكي. الف صغير المره الجايه بقى نبقى نعمل صح المره الجايه. في مره جايه هنفضل هنا ما وقتش هروح. عايزه حاجه انا مروحه. يلا بقول لكم ايه بحبكم جدا وبموت فيكم نورتيني بجد. ميرسي جدا على الوصفه الجميله دي. جربوها من ايدين رضوى لانها فعلا حلوه قوي. جربوا الكبده البانيه جربوا المخ البانيه حلوين جدا. ساندويتش لاولادكم في المدارس. اكله زهقنا من الاكل اكله خفيفه وحلوه. بحبكم في رعايه الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيبه ويا رب يخلي لك البنوته الجميله كده ان شاء الله وتفرحي بيها. و في رعاية الله. باي باي.